انا ادري سيدي كيف استطاع ان يحكم البلد هذا، هو هل ادعى ملك ابدا من نفسهم؟ لو قالوا من آل بيت النبي جاء اكبوا واقبلوا قال بيعوه، قاموا يبيعون من نفسهم. نعم الشيخ عبد العزيز القصار ما شاء الله الله يبارك فيك. واول جمع لهذه المؤسسه الجمعويه الفاضله الداعيه الى الوسطيه تحقق لها لاول مره في هذه البلاد المغرب وفي فاس خصوصا. فبالنسبه للمغرب اذكر لا لاجل التفاخر ومعاذ الله، ولكن من أجل التحدث بالنعمة أذكر أن هذه الديار لها بشارتان، بشارة من الله عز وجل وبشارة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا السبط الجليل هو الذي دعا حين أراد أن يضع الحجر الأساسي لهذه المدينة، دعا الله أن يجعلها دار علم. الحكمة دائما كانت في الشرق، والعقل تقريبا كان في الغرب. أنتم في الشرق فقدتم هذه الحكمة، ونحن في الغرب فقدنا هذا العقل. أما لكن الآن لا أرى، أنا لا أرى رجلا حكيما في الشرق، لا أراه إلا علماء، ولا أرى رجلا عاقلا في الغرب. لا تراه نافذ الكلمة متوليا زمام الأمور، قد يكون موجودا ولكنه ليس بيده زمام الامور وليس له نفاذ في ما تتطلبه من الحكمه. كذلك ايضا في الغرب لا يعدم العقل من اصله، وان كان قل، ولكن ايضا قد يكون العقلاء ليس بيدهم القرار. كل ما نحن فيه من الحضاره، من الحكمة، من القيم، كلها جاءت من هناك. نعم، ومجيوها بتركيب رباني من 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 معين النبوة والرسالة. فلهذا الأمر، ولهذا حتى الانتصار نحن ما نفسره إلا بمعنى انتصار خيرية الإنسان على شريته وصلاحه على فساده. هذا هو الذي نطمح إليه ونحبه ونعده انتصارا، وما نعده الانتصار مجرد إذلال أحد أو استيلاء على مكان، ولكن نعده تحويل الإنسان من 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 جاهل بنفسه إلى عارف بحقيقة نفسه وماله أو أقل شيء، واقف عند حد لا يكون فيه العنصر المفسد المثير للشر في العالم. وهذا هو مولى إدريس. نذهب على ما يسمى الشماعين هنا، هذا بفتح، هذا بفتح ابن أجرم وابن عاشر صاحب جرمي ابن عاشر عبد العزيز الدباغ سيد عبد العزيز قبره هذا ضروري جهدك يعني كثرة كثرة أولياء وعلماء. نعم بلاد أولياء. We're just about to leave the hotel and go to the old Medina to do some ziyaras, to visit some places.
which will include Makam of Mullah Idris and Zawiya of Sheikh Ahmed Tijani, and also the Cairoian mosque and library and the courtyard from his madrasa also, inshallah. ابن خلدون زار فاس؟ نعم، ابن خلدون في القرن الرابع درس وفي جامعة القراويين ومنزله منزله هنا في فاس. وكيف لا نستطيع أن نزوره من الداخل؟ لأنه مقفل، لا أحد له عنده. هل أنا أستطيع أن أأتي إلى هنا وأن أعيش في هذا البيت؟ فؤاد هو سيمولها وأكتب كتاب جديد مقدمة من أجل تكتب التاريخ من بعد ابن خلدون إلى هذه الأيام. أيوة صحيح. ومدينة فاس هي أقدم مدينة، ومدينة فاس سميت بفاس لأن المولى إدريس الثاني وجد هناك فأس من ذهب. معناه فأس. نعم. يعني تضرب ال. نعم. أيوة. هذه مدينة فاس القديمة. هذه مدينة فاس القديمة. وين هنا عدوة الأندلسيين؟ لأنه هنا سكن ناس جاءوا من تونس من القيروان، وهنا سكن ناس جاءوا من إسبانيا من الأندلس. ابن خلدون حضرمي الأصل، من حضرموت. ما دام توجهوا إلى الله في هذه الزيارة أن يلطف بالناس، فإنه بدأ بعض القتل اليوم في اليمن، بدأ بعض القتل هناك. مدينة في العالم، داخل أزقة المدينة 9600 شارع وفي كل حي زقاق وفي كل حي يوجد 5 أشياء: مسجد، نافورة، مدرسة قرآنية، فرن، وحمام. 5 حمام الغسل. بنوا لهم الحي اليهودي يسمى بالملاح، وأصل التسمية من الملح. وهل كانوا يبيعون الملح؟ لأن الملح كان الآن هناك في المدينة هناك نوعان من اليهود: توشافيم أند لي ميغو غاشيم. توشافيم كانوا هما البربر جويش، البرابرة اليهود الذين كانوا يعيشون هناك منذ القديم بعد ما تفرقوا في العالم. وميغو غاشيم هما السفارديم، السفارديون الذين جاءوا من الأندلس، اللي هما جاءوا إلينا إلى سراييفو. من الأندلس. أيوة. 1492 عندما أخرج المسلمون واليهود. Even the best guide is not good enough for a city like Fars. It is a place of mystery, full of life, throbbing with the sounds of dhikr and mesmerizing paradoxes, books and spices, the adhan and laughter. We walked into the heart of the city, the spiritual capital of the Maghrib. Fars holds an important place in the Islamic world. The first independent Muslim kingdom of Morocco was established here 1200 years ago by Maulai Idris, great grandson of the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. However, it was Maulai Idris II who established Fars's dominance, building upon the foundation laid down by his father. Habib Umar bin Hafib, himself a descendant of the noble Prophet, on whom be blessings and peace, led us to the tomb of the founder of the city to pay respect. It was a powerful meeting of two lineages associated with the Prophet, that of Hassan and Hussein. جامع مولانا إدريس. يا أكرم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مولانا إدريس، السلام عليكم على جدكم سيدنا إدريس، السلام عليكم على أبائكم وجدكم الحسن بن علي وجدكم الحسين بن علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى سيدنا محمد سيد المرسلين، جدكم خاتم النبيين، وعلى أصحابه الغر الميمين وأهل بيته الطاهرين، وعلى من تم إليهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا رقم من أتاكم ما تعدون غدا ما يجلون إن شاء الله لكم بحبون أحبون رحم الله مستقيمكم مستخدمين صلى الله نقول لكم العافية. السلام عليكم أهل لا إله إلا الله. من أهل لا إله إلا الله؟ كيف وجدتم لا إله إلا الله؟ اللهم بحق لا إله إلا الله اغفر لنا ولمن قال لا إله إلا الله. يا أهل التأسيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل النيات الصالحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الوجهات الصادقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل البيت المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى أهل الصدق والوفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى أولياء هذه البلدة وأقطابها وأهلها وأرضها وبدالها السلام عليكم. وعلى أولياء الله في غامض علمه اللهم تقبل منا ذلك وسر بنا في أشرف المسالك واجعلها زيارة مقبولة ودا خالصا لك ومن أجلك ولوجهك الكريم لا تشوبه شائبة تفتح لنا به ولإخواننا وأحبابنا في مساعينا وعمالنا كلها بأبواب القبول والتأييد والنصرة والتسديد والهام الرشد في الحركات والسكنات وتتداركنا بهذه الجهات الأمة المحمدية بغياث من عندك تدفع به الأذية وتبلغنا بها أغاث الأمية في لطس وعافية حية قيوم الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. شكرا. شوف الدعاء حقه لما بنى المدينة لما أسسها هو الشيخ إدريس نعم اللي قرأنا هذا يقول ما أردت ببناء هذه المدينة مباهاة ولا مفاخرة ولا رياء ولا سمعة ولا مكابرة إنما أردت أن تعبد بها ويطلع بها كتابك وتقام بها حدودك وهكذا شرائع دينك وسنة نبيك ما بقيت الدنيا شو هذا النيات حياكم الله. هذا مؤسس المدينة وجاءوا بعده أولياء كثير في المدينة وصلحاء وعلماء مصلحين. هاي في القديم كله في المغرب المناير بهذا الشكل التربيعي. صحيح. هذا شكل الفريد في المغرب أندلسي. أندلسي ها؟ وهذا هذا الشرفاء عبد السلام تيجيو كل عام تيجلسوا هنا مدة 15 يوم. 15 يوم. هو من حفظة من حفظة مولاي إدريس من حفظة هذا تقول لهم ولا حفظة من حفظة مولاي عبد السلام ابن المشيش من ذرية سيد عبد السلام مولاي عبد السلام هذا هو من ذرية مولاي عبد السلام ما شاء الله آمين 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 السلام ورحمة الله وبركاته. ما هذا؟ إعلام الموقعين. كيف حالكم؟ الحمد لله. آمين. الله الله الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا عزة للمسلمين الذي نجا به سنة وإنا والآخرين لا إله إلا الله أن يكرفوه الله أكبر يا مرحبا يا مرحبا الله أكبر الله أكبر الحمد لله We remember somebody like Ibrahim Burkhart, who was the chair of the UNESCO Committee for Saving the Historic City of Fez in the 1970s, who used to walk in these hills with some of his teachers in Arabic and Sharia. And he wrote of the view from these hills as a view of nature broken open in order to display its inner geometry. He sees the Moroccan style, and I suppose by extension the Islamic style of urban living, of living generally, as being the disclosure of order within the basic matter of creation, wood and earth. The authors of those crafts originally were not familiar with what we can see of the geometry of the material world. They had no telescopes and no microscopes. The beauty disclosed by those two inventions, however, would not, I suspect, have surprised them. This is the city of the Zillij, the city of carving, the city of the arabesque, the city of bookbinding, the city itself with its own geometry. وعدوى القرويين بلا
حيروان حيروانيون من تونس، مدينة في تونس. والعتبتين كان يفرقهما واد، كان يسمى بواد الجواهر. ما شاء الله، وين الدكتور مصطفى؟ هذه جامعة القرويين. هذا نحن كلنا هنا. بسم الله. نعم. المغربي يقرؤون القرآن جماعة. أنتم لا تقرؤون هذا في الجامعة؟ يقرأ جماعة ويقرأ أفراد، يقرأ جماعة خصوصا مثل ياسين وبعض القرآن، وإلا كل واحد يقرأ مقرأ 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 في الحالة. السلام عليكم. حياكم الله. هذا المغرب قريب قريب. بعدين نذهب عند سيدي أحمد تجاني. بنيت سنة 859 فاطمة الفهرية. 859 فاطمة الفهرية حقدم الجامعات هذه. فيها 14 باب، 270 كالمز. عمودة. عمودة. وهادو بنيت سنة في القرن السابع عشر. هذا ملحق. ملحق في الحمراء. هناك في الحمراء. نعم عملوها مثلها. ما شاء الله. وكلها كتبين عليها لا غالب الا الله. هذا موجود في غرناطه. في غرناطه موجود. طيب لا غالب الا الله. لا غالب الا الله. انا عندي في طلب بسيط. نعم تجلس على هذا الكرسي ونحن نستطيع تجمع القروان في غيره من بلاد العالم إن شاء الله تعالى. هذا لأهله لأهله الصالحين. الله أكبر. أرجوك. هذا مكتوب سابقة حفظ القرآن الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ففي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان أنه قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل حق عز وجل يقول أين المتحبون في، أين المتزاورون في، أين المتباذلون في، أين المتجالسون في، اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. أشار إلى المتزاورين، وهذه الأعمال التي قام عليها عمل الصالحين في نشر الصلاح في الخلق وهي التزاور في الله والتباذل في الله والتجالس في الله سبحانه وتعالى والتحابب في الله ومن أجل الله جل جلاله. وإن شان هذا التزاور الذي جاء به جميع شرائع الأنبياء صلوات الله وسلم عليهم إلى سيدنا المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، حتى حدثنا أن من زار أخا له في الله في قرية أخرى أرصد الله له ملكا على مدرجته وبشره أن الله يحبه كما أحب هذا في الله سبحانه وتعالى. باقي آثارها والذي اعتنوا بشأن هذه الزيارات وما يحدث لها من نتائج وما يحدث لها من ثمرات، وتستمر ذلك إلى أن يتزاور أهل الجنة في الجنة، لأنهم تزاوروا في الله ففي دار البقاء والدوام يتزاورون كذلك في الله سبحانه وتعالى. وهناك النعيم المحض العظيم، وإننا نرجو بزيارة هذا المكان المشرف المكرم المعظم هذه البلدة المنورة أن يحيي الله فينا وفي الأمة حقائق الإيمان واليقين، الخطاب الذي خاطبنا الله به والوحي الذي أوحاه إلى قلب نبيه صلى الله عليه وسلم فبلغه عن الله تعالى. الله يكرمنا بالوعي هذا ويحيي فينا حقائق التقوى والإيمان واليقين، ويصلح حوال المسلمين في المشارق والمغارب، ويجعلنا من خواص أهل لا إله إلا الله المتحققين بحقائقها الذابين عنها الباذلين في نصرها كلما أوتوا في لطف وعافية ويقين وتمكين مكين. بسر فتح الروح المتقدمين في هذا المسجد وجامع القرويين أجمعين وجميع الأولياء الذين تقدموا وأهل لا إله إلا الله والدين خاصة بطبعين ومسمحهم والدين عامة. بسر الفاتحة إلى أرواحهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. جزاكم الله خير. ولا زال نظام الحلقات قائم إياكم يجتمع الطلاب. أنت هنا بعض الدروس نزل يجلس الشيخ على الكرسي ويجلسون حواليه. نعم يستعملون الكتب القديمة ويقرؤونها عبارة عبارة والشيخ يشرح لهم معانيها. هذه طريقة ناجحة أخرجت علماء كبار في العالم مؤثرين.
وكان بين الشروط اللي يقولوا الجماعة القرويين حفظوا القرآن عن ظهر قلب وربعة الأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم وألفية ابن مالك والأجرمية. عجيب عجيب ما شاء الله. يعني ظهر قرآن 15 سنين حفظوا كل هذه الأشياء قبل دخول الجامعة. الله أكبر سبحان الله سبحان تحفظ هذا. نحن رتبنا عندنا في دار المستضعف حفظ القرآن الكريم وحفظ رياض الصالحين في الحديث في السنة ليكون عدة. حياكم الله جزاكم الله خير. In the 14th century, nearly 2,000 students lived around the University of Qarawiyyin. Ibn Rashid, Avilas, Ibn Khaldun and Ibn Battuta all participated in the intellectual milieu of Fars. Up to this day, students from across the globe come here to study the Islamic sciences. Inside the Zawiya of Sheikh Ahmed Tijani, cameras are not allowed. But here lies one of the most revered spiritual leaders in the world. Tijaniya Path has millions of followers in over 40 countries, including the United States of America and Britain. أما بالنسبة لجانب الأندلسيين ماذا فيه؟ الجانب الأندلسيين فيه إن السكان يقطنون فقط. أهم معلم فيه هو جامعة مسجد الأندلس. مسجد الأندلس بنته مريم الفيرية أخت فاطمة نفسها. عجيب عجيب. صار فاطمة بنت جامع القرويين وهذه بنت جامع الأندلس. الحمد لله. قبل كانوا يعتزون بالاشتراكية ولا أعوذ بالله أعوذ بالله. هذا الشاهدين منهم أما الراسخة في كثير من أهل الخير وهل يتزال راسخة بهم لكن الظهور الإعلامي لكثير من الاتجاهات هذه الثورات لما قامت لكن قبل الثورات هذه أيام الإمام في صنعاء وأيام السلاطين في جنوب اليمن كان في عزة بالإسلام وبالدين. بعدين لما جاءت هذه الثورات اللي تابعت كمال أتاتورك فأسقطت هيبة الإسلام. صحيح. والآن كلهم يعتزون بهذا التاريخ بهذا المجد. نعم الكل ما شاء الله سبحان الله. نعم يذكرون ما قال النبي وما قال ويعتزون بالصالحين الذين مضوا. هذه نعمة كبيرة. Throughout his history, Fars has produced outstanding individuals and scholars. Back at the summit, Sheikh Abdullah bin Bayya, one of the leading ulama of our times, emphasizes this key historical role, pointing out the need of relevant scholarship to deal with contemporary challenges. أعتقد أن واجبنا كما قال الدكتور قبل قليل حفظه الله تعالى هو نشر العلم بين الناس ما أسميه بالتأصيل والتوصيل. وأنا أرى أن التركيز على الكيف قد يكون أولى من محاولة الوصول إلى الكم الكبير في مرحلة الأولى. علينا أن نكون مئات من العلماء عشرات من العلماء حتى يترسخوا في هذا الفهم الوسطي المؤجد بعمل السلف وبأقوال السلف. يمكن أن أقول بثلاث ثلاثيات التي ذكرها أخونا: الوحي والعقل ومقتضيات العصر. فاستئناف المسيرة ممكن لكن المجهود كبير يحتاج إلى علماء ربانيين قد تحصل العلم لكن لا تحصل الربانية. فنحن بحاجة إلى الدعاء فنقول يا ربنا يا ربنا اجعلنا هداة مهتدين، يا ربنا اهدي قلوبنا فإننا لا نملك شيئا لهذه القلوب، أحيها بأنوار الإيمان وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واسلكنا في سبيلهم.
At the Karawin Mosque, host to one of the oldest universities in the world, Fridays are special. Before and after the congregation prayers, a daily routine is the recitation of the Holy Book. It is said that people memorize the whole Quran just by joining the circles and reading together. كتاب في الصوفيه في كتب عجيبه ما شاء الله من انا احيى علوم الدين هذا ما شاء الله ايه من الايات وكذلك حتى بالنسبه للاحياء علوم الدين حضر منه الكثير ام لا الاحياء شريعه خالصه وبوضعه الاحياء فاق فيا له من فائق وكمثله لم يوضع ام الحجه الحبر الذي باه به أهل النبوة خير الكل ومشفعي. يشير الشيخ إلى الرؤيا رآها أبو الحسن الشاذلي. يقول سيدنا أبو الحسن الشاذلي أنه رأى أنه دخل بيت المقدس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم على تخت وحواليه الأنبياء. قال فسمع سيدنا موسى يقول للنبي محمد أنت قلت في حديثك أن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. قال فقال له صلى الله عليه وسلم نعم. قال هل ترينا واحد منهم؟ قال فالتفت النبي يقول أين أبو حامد الغزالي؟ قال فأقبل الإمام الغزالي ودخلوا وجاءوا عندهم فقال له هذا قال له ما اسمك يا إمام؟ اسمع في الرؤية هذا سيدنا أبو حسن الشاذلي قال ما اسمك؟ قال اسمي محمد بن محمد بن محمد الغزالي قال إنما سألتك عن اسمك وجيت باسم أبيك وجدك وقبيلتك فهل هذا من الأدب؟ سيدنا موسى يقول له سيدنا الغزالي قال فالتفت إلى النبي يقول له يا رسول الله أتأدب مع كلمة الله موسى أم أجيبه قال بل أجبه قال يا موسى يا كلمة الله أنت لما سألك ربكما تلك بيمينك يا موسى قلت هي عصاية أتوكأ عليها وأرشيك على غنمي وليفهم على البخرة وما سألك الله إلا ما تكب بيمينك فقط ما سألك عن هذا كله قال فأجب سيدنا موسى من اليوم وقال صدقت يا رسول الله العلماء في أمتك يشبهون الأنبياء فينا رجل هنا أين هذا في كتاب نعم موجود في كتب التاريخ حتى هذه الأبيات اللي ذكرتها الإمام حداد تشير لهذه الرؤية يقول والحجة الحبر الذي باها به أهل النبوة خير كل مشفعي يقول النبي باها به الأنبياء وبوضعه الإحياء فاقة فيا له من فائق وكمثله لم يوضع كما قال النووي كاد الإحياء أن يكون قرآنا يقول سيدنا يحيى النووي يقول فالتفت النبي في الرؤيا فالتفت النبي لسيدنا موسى وعيسى يقول هل في أمتكما حبر كهذا؟ قال لا محمد باسط المعروف. Friday prayers were followed by a visit to tombs of some of the most extraordinary men who define the rich spiritual heritage of the Maghrib. Their contribution has been a major legacy to the Ummah and its understanding of the faith and felt across the continents. وهذا مشهد آخر من المشاهد أو من منظر آخر من المناظر التي تطل على مدينة فاس. باش نخرجوا مباشرة من السيد عبد العزيز القبة. ما شاء الله قفل القبة. ما يخلون حد هنا من المفاتيح. هناك واحد عنده مفتاح. ولكن ينبغي ان نبحث عنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الجوهر العزيز يا صاحب كتاب الابريق السلام عليكم يا اهل وراثه النبي السلام عليكم يا اهل خلافه سيد الوجود السلام عليكم اهل فضل الحوت السلام عليكم يا من علمكم الله من لدنه علما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا من اعطاكم الله وعيا وفهما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا من برزكم الله رحمه للعباد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اهل المحبه والوداد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل السوابق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيار الخلائق السلام عليكم على جدكم سيد المرسلين السلام عليكم على جدكم خاتم النبيين السلام على جدكم سيدنا المجتبى المصطفى الأمين السلام عليكم وعلى ساداتنا علي علوي السلام عليكم وعلى بيت النبوة السلام عليكم على جدكم سيدنا الحسن وأخيه الحسين وأبيهم سيدنا أبي طالب وأخوانهم وأخواتهم وعلى جدتهم وعلى أمهم خديجة وعلى أمهم فاطمة الزهرة السلام عليكم على سيدنا مولانا إدريس سيدنا مولانا إدريس بن إدريس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى من أهل هذه المقبرة سلام من يحيي الله به ما مات فينا وفي الأمة من الخيرات ويدفع به عنا الآفات والعاهات والبريات والكروبات يجمعنا الله به بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم يمزق بكل حجاب بيننا وبين حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم
اجعل نبي من أسعد الأمة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن أسعد الخلق به بشفاعته وبقربه وبرؤيته وبالأخذ عنه بالتلقي عنه بمرافقته صلى الله عليه وسلم. سقى الله قبرا ضمه غيث رحمتين يفوق شذان صادق الأقوال والكلم يا نبي إماما. The proverb claims in Fars there is not a square yard of ground that was not inhabited by a saint. Few visitors to this city of saints would argue about this. سنة كم؟ 543 800 سنة وشي سيدي أبو بكر بن العربي المعافي للمجداد مجداد يعني مولود تاريخ 400 توفى 543 رحمه الله. اللهم إننا عبادك ابناء عبادك ابناء إمائك نواصينا بيدك ماضٍ فينا بكمك عدون فينا قضاءك. At the summit, it is time to conclude and say goodbye and share some last-minute insights. Dr. Mustafa Sherik, the Grand Mufti of Bosnia-Herzegovina, is, as always, eager to share his thoughts about what is taking place in the modern world. For him, the best way to understand the present is to appreciate the past. Imam Ali radiallahu anhu قال الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. يعني في المجتمع ممكن أن يكون الكفار منافقين حتى في المدينة، لكن سبحانه وتعالى لا يتحمل لا يسمع بالظلم، وعندما يأتي الظلم خلاص لا بد الانفجار. هذه الثلاثة نحن فشلنا في التعليم. يا أخي اقرأ باسم ربك الذي خلق. الآن أنت عندك الدولة النصرانية ليس فيها ولا رجل واحد ولا رجل واحد أمي كله، وهناك العدالة الاجتماعية كيف وإلى آخره. نحن يجب أن ندرك هذه القضية. المشكلة الأكبر في المسألة الأمية اللي ذكرتها أنه ما اقتصر فقط على أنه في جهل كثير موجود. الذين تعلموا وعندهم الكفاءة ما وجدوا السبيل لأن يؤدوا دورهم في الحياة ولا أن يكونوا هم الفعالين الفعل الحسن صحيح. حتى يؤثروا في الحياة حتى فجنبوا تماما ومشت الأشياء وراء أهواء ونفسيات ويكون الأجدر والأعلم. However, no journey to Morocco, and especially to Fars, is complete without the sound and inspiration of the Fars singers. Their songs of praise for the Prophet, upon whom be peace and blessings, have deep historical roots and are an outstanding cultural feat that soothe the soul, stimulate the brain, and fill one with pure joy.